فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه. نعم، حتى إن الذين جاءوا من بعدهم من بعد عمر رضي الله عنه مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب إذا استولوا على بلادهم، فإنهم ساروا على سيرة عمر رضي الله عنه مع أهل الكتاب، وهذا تنفيذ لكتاب الله عز وجل. نعم. وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله. ومن ذلك أنه منع تولية الكفار شؤون المسلمين الخاصة، شؤون المسلمين الخاصة والتي يطلع فيها على أسرارهم، فلا يجعل الكافر وزيرا أو مستشارا عند ولي الأمر. لا مانع أنه يستأجر الكافر لعمل من الأعمال، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق وكان كافرا، فلا مانع من الاستفادة من خبرات الكفار، لكن لا يمكنون من شؤون المسلمين وأسرار المسلمين ويكونون عند الولاة والأمراء بطانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعم، فعمر لم يتخذ من هؤلاء بطانة، لم يتخذ من هؤلاء بطانة، بل إنه أنكر على أحد الصحابة الفضلاء من أكابر الصحابة لما اتخذ كاتبا نصرانيا حاذقا في الحساب، قال له اجعل بدله مسلم، قال له اجعل بدله مسلم، فراجعه ذلك الصحابي قال اعتبر النصراني اعتبره مات، فاصنع ما أنت صانع.